السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي الحلوين، أطفال كي جي تو. إن شاء الله هنكمل شرح درس المد بالواو. تعالوا نقرأ كده الكلمات الموجودة ونشوف مع بعض إزاي. أول كلمة عندنا كلمة حوت، اللي بعدها سوق، بيوت، يوم، عقول، رموش. في المد بالواو يا حلوين، المد بالواو عنده شرطين لازم، إذا كانوا موجودين هدول الشرطين بيبقى في مد بالواو، إذا كان في واحد منهم مش موجود يبقى ده مش مد بالواو. تعال نشوف شروط المد بالواو. أول حاجة بيقول إنه لازم الحرف اللي قبله يكون مضموم، يعني قبل حرف الواو لازم الحرف اللي قبله يكون مضموم. هنا زي حرف الحاء عليه ضمة قبل الواو، هو الواو قبله حرف الحاء المضموم. طيب وعندنا كلمة سوق برضو السين مضمومة، وعندنا كلمة بيوت الياء مضمومة، يبقى هذا شرط موجود بالكلمات هذه. طيب تعالوا نشوف ايش الشرط الثاني اللي موجود عندنا. لازم عند المد بالواو لازم حرف الواو يكون في وسط الكلمة. هنا يا مس اهو موجود في وسط الكلمة، لازم الشرطين يبقوا موجودين، يعني عندنا هو لازم يبقى في وسط الكلمة واللي قبله مضموم يبقى ده مد بالواو. تعالوا نقرأ الكلمة تاني، حوت، عندنا كلمة حوت فيها مد بالواو. طيب الكلمة اللي بعدها كلمة سوق، ها اللي قبله مضموم وهو في نص الكلمة يبقى ده مد بالواو. اللي بعده كلمة بيوت، ها برضو حرف الياء مضمومة والواو في نص الكلمة، شاطرين. طب تعالوا نقرأ الكلمة دي، يوم. طب احنا عندنا يا مس الواو اهي في نص الكلمة، طب اللي قبلها مفتوحة، لأ احنا عندنا حرف الواو بيحب الضمة لازم يبقى اللي قبله مضموم، ما يحبش اي حركة تانية. هو بيقول انا والضمة شبه بعض، شكلنا واحد وبنتنطق نفس النطق، فهما بيحبوا يكونوا دايما مع بعض، يبقى كلمة يوم غلط مفيش فيها مد. طيب اللي بعده عقول، الواو في نص الكلمة وقبلها القاف مضمومة، يبقى دي معانا فيها مد بالواو، برافو. آخر حاجة عندنا كلمة رموش، الواو في نص الكلمة واللي قبلها الميم مضمومة، يبقى دي مد بالواو، شاطرين يا حلوين. طيب ايه الفرق بين الضمة والمد بالواو؟ اولا هما بيشبهوا بعض جدا، نفس الشكل بس الضمة صغيرة وبتتحط على الحرف من فوق، اما المد بالواو هو طبعا حرف موجود في الحروف اللغة العربية، حرف الواو ده من حروف اللغة العربية موجود وبيبقى ليه شروط عشان يبقى من الحركات الطويلة. يبقى الضمة والواو هما نفس الشكل وبننطقهم، بنضم بقنا برضو نفس الطريقة، لكن دي الضمة من الحركات القصيرة والواو من الحركات الطويلة. تعالوا يا حلوين نستخرج المد والممدود. طبعا احنا اخدنا المد بالالف وعرفنا ازاي بنطلع المد وازاي بنطلع الممدود. في المد بالواو نفس الموضوع بالضبط، حرف المد هو معروف اللي هو حرف الواو في كلمة كتكوت. تاني
كات كوت. طيب الواو ده هو المد. طب الممدود الحرف المضموم اللي قبله صاحبه، دايما بيبقوا ورا بعض، يبقى حرف الكاف المضمومة هي دي الممدود. تعالوا نشوف كلمة تانية. يلا مين شاطر هيحل مع المس؟ يلا نقرأ. خروف. فين المد بالواو؟ اهو يا مس، شاطرين. تعالوا نكتبه. طيب فين الممدود؟ صاحبه اللي قبله على طول بيبقى ممدود عليه ضمه زيه، اهو حرف الراء اللي عليها ضمه اللي هي شبه الواو، شاطرين. يلا نقرا الكلمه دي. صندوق. صندوق. ها اهو حرف الواو هو المد، وعندنا حرف الدال اللي عليه ضمه هو الممدود. تعال نشوف حاجه تانية. يلا نقرا مع بعض. حوض. حوض. طيب حرف الواو هو الممدود، هو المد، ها؟ لا يا مس، ازاي؟ لانه اللي قبله معليهوش ضمه، يبقى ده مفيش فيه مد، شاطرين. يلا نقرا هنا، مين هيقرا معايا؟ يلا. نجوم. نجوم. ها فين المد يا مس؟ اهو الواو موجود. طيب والممدود حرف الجا عليه ضمه جو، شاطرين. يلا نقرا هنا. خلود. ها فين المد؟ اهو في اللي قبله مضموم، شاطرين. اهو حرف المد الواو واللام عليها ضمه، شاطرين يا حلوين، برافو عليكم. طب نقرا الكلمه دي كمان. ولد. ولد. ينفع يا مس؟ احنا قلنا من شروط المد بالضم بالواو انه لازم حرف الواو يجي في نص الكلمه. طب هنا جه في الاول، يبقى ده مش مد خالص، برافو. يلا نقرا هنا. كوب. تاني. كوب. فين المد يا ولاد؟ شاطرين، very good. اهو حرف الواو. فين الممدود؟ حرف الكاف اللي عليه ضمه، شاطرين. واخر حاجه عندنا، مين يقرا؟ يلا معايا اسرع. ها بومه. بومه. ها فين المد؟ اهو المد في نص الكلمه، حرف الواو واللي قبله حرف الباء عليها ضمه، برافو عليكم يا حلوين، شاطرين. يا رب يكون المد بالواو حلو وسهل وبسيط كالعاده.